طيب السؤال الثاني، لو انا مثلا عندي معمل تحاليل طبيه وبروح لطبيب بقول له الناس اللي هتجيلك اللي هتجيني من عند الطبيب وفي مقابل مثلا هديه او اعمل له لافته او انت بتخربوا بيت المريض انت والطبيب. المريض جاي لكم مسكين مريض مريض، اصبر علي. انت تعطي الطبيب نسبة، فالطبيب يرسل لك اقواما لا يحتاجون الى التحاليل من اجل النسبة، والمريض مسكين يغرم هذا وذاك. ترسل انت المريض يذهب للطبيب، الطبيب يقول لا اذهب للاشعة، فتح دفاتر عند معامل الأشعة ومعامل التحليل ولا يستحي الطبيب، الله لا يبارك له الذي يفعل ذلك ظلما وعدوانا، يسحب أموال المريض الذي في حاجة إلى أن يعالج. شركات الأدوية تعطي للطبيب رشوة مقابل يصف دواءها، فأصبح المريض بين هؤلاء الحيتان، والطبيب الحرامي يأخذ نسبة من التحاليل ومن الأشعة ومن شركات الأدوية ويرسلوا رحلة لأمريكا ويقول لك الدكتور فلان رايح أمريكا، ده حرامي. يرسلوا لأمريكا من أجل أنه يصف دواءهم، ينزلوا في فندق في شرم الشيخ أسبوع من أجل أنه يصف دواءهم. هذا يجب أن يتقي الله الأطباء، ونقابة الأطباء يجب أن تتحرك، يجب أن تتحرك نقابة الأطباء لهذا اللوث الذي حصل في المجال الطبي. كنا ونحن صغار نعرف أن الطبيب أمين وأنه شخص رحيم، شخص رحيم يرحم المرضى. المريض مسكين ما يجي ثمن الدواء، يكلفونه أشعة وتحاليل ويشتري دواء ممكن يكون الشفاء بإذن الله في نوع معين من الأقراص، يصفونه أعلى وأغلى أنواع الأقراص كلها. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الشطر. يعني لا تعطي رشوة ولا تدخل في هذا القذر. أنت رجل في معملك الذي يأتيك للكشف اكشف عليه، ما لك دخل بالطبيب الحرامي. السلام عليكم.